بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سوف نتحدث اليوم عن موضوع يهم كل واحد منا. كل واحد في هذا العصر يعاني من الخوف، يعاني من القلق من المستقبل. الخوف يولد القلق من المستقبل أيها الأحبة. هذا الخوف يقف حاجزا مثل جدار منيع بينك وبين النجاح، بينك وبين الإبداع، بينك وبين الإنجاز. كثير من الناس لا ينجز، كل الإمكانيات متوفرة ولكنه لا ينجز. لماذا؟ لأن هناك حاجزا هو بناه بنفسه من مخاوف لا أساس لها. جذور هذه المشكلة أحبتي فلا ينبغي أن ننظر بشكل علمي ومنطقي. العلم لا يعترف بوجود الشيطان، ولكن هو موجود، لا نستطيع أن نهرب من حقيقة وجود الروح. إذن كيف تعيش؟ لا نستطيع أن نهرب من فكرة العقل. طيب هل أحد رأى العقل؟ ما هو الإبداع؟ ما هو التفكير؟ أشياء غير معروفة، غير مرئية، نحن نرى نتائجها. يجب أن نعتقد أن الشيطان موجود. القرآن كتاب الحقائق أخبرنا أن مهمة هذا الشيطان أن يخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن جذور مشكلة الخوف من الشيطان. إذا أبعدنا الشيطان ينتهي الخوف بكل بساطة. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تبعد الشيطان ستكون بفطرتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله فطر الناس على الإيمان وعلى محبة الله وعلى الطريق المستقيم. لو أن الشيطان ابتعد عنك أخي الحبيب، لن ترتكب فاحشة، لن تكذب، لن تؤذي أحدا، لن تظلم أحدا. هذه الفطرة هي التي فطر الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة من الذي يعبث بها؟ الشيطان، وأنت تساعده على ذلك. يأتيك الشيطان يقول لك طيب ممكن غدا لا تجد الرزق، يمكن غدا أن يحدث معك كذا، يمكن بعد فترة تمرض فلا تجد العلاج، يمكن في المستقبل أن لا تجد ما تأكله. فتبدأ هذه المخاوف، مع العلم أن هذا الشخص نفسه قد لا يعيش إلى الغد. يعني أحدنا لا يدري ماذا يكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كنت أيها الإنسان لا تدري ما الذي سيحصل لك في الغد، تفكر لسنوات طويلة، تقلق على شيء زائل، ربما تخسر في تجارة، تخسر عمل، هذا الأمر ربما تموت غدا. يعني دائما أحبتي في الله أنا أقول استخدموا الأسلوب الذي استخدمه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، والذي باعتراف الغرب، ذلك الباحث الذي ألف كتابا وهو غير مسلم عن أقوى 100 شخصية في التاريخ أثروا عبر التاريخ، وجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد. لماذا؟ لأنه نجح على المستوى الاجتماعي والمستوى العائلي والمستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، نجح على كل المستويات. لماذا؟ يعني هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هذا النبي الكريم كان يستخدم تقنيات أنه لا يخاف إلا الله، فعندما يأتي الشيطان لا يصدقه. طيب ما هي أفضل طريقة لأتخلص من وساوس الشيطان ومخاوف الشيطان والقلق من المستقبل؟ أن أفكر بأن هذا اليوم هو آخر يوم سأعيشه. أسلوب جميل على فكرة.
غدا سألقى الله. كل يوم فكر بهذه الطريقة وانظر كيف تكون النتيجة. النتيجة ستكون راحة نفسية غامرة لا يشعر بها إلا من ذاق هذه الراحة، إلا من طبق هذه التقنية التي نصحنا بها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فإذا أخي الحبيب، القضاء على الخوف عملية بسيطة جدا، والخوف يمكن أن يولد الوسواس، والوسواس القهري بالنتيجة هو مجموعة من المخاوف. عندما يتعرض الإنسان لمجموعة من المخاوف، قد تكون مخاوف فكرية، مخاوف في العقيدة، مخاوف من النار، مخاوف من عذاب القبر، خوف من الإلحاد، خوف من مخاوف كثيرة جدا، ودماغه لا يجد حلا لها ولا يجد من يواسيه، وتجده يدخل في هذا الوسواس الذي أيضا منشأه الشيطان والنفس. الشيطان والنفس، لماذا؟ النفس مهمتها أن توسوس لك. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن النفس توسوس. الشيطان فوسوس لهما الشيطان، الوسواس الخناس. إذن هذا الوسواس سببه شيئين، النفس والشيطان. فإذا طردت هذا الشيطان أبعدته، تصبح هذه النفس نقية مطمئنة. من الذي يفسد هذه النفس؟ الشيطان. سيدنا آدم، خذوا مثال آدم عليه السلام، كان في الجنة، خلقه الله على الفطرة النقية وأسجد له ملائكته، وكانت الأمور كلها تسير على أفضل ما يكون، حتى دخل الشيطان في هذا الموضوع عندما أمره الله أن يسجد لآدم، فاستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أيضا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعندما طرده الله وأذله وأخزاه قال فاخرج منها فإنك رجيم. ماذا يفعل؟ بدأ يستخدم القوة التي منحه الله إياها، وهي قوة الوسوسة للناس أو للبشر. فبدأ يوسوس لسيدنا آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، وبدأ يقدم له النصائح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مثل الملحد اليوم يعطيك بريق ومعلومات براقة، صورة براقة. انظر الغرب، انظر التكنولوجيا، وينسى في الغرب أن نسبة زنا المحارم أكثر من 10%، وينسى أن هذا الغرب نسبة الانتحار كل عام في العالم ينتحر 700,000 إنسان، معظمهم في من غير المسلمين، معظمهم. ينسى الأمراض المنقولة جنسيا التي تضرب الغرب. في أمريكا فقط 110 مليون مصاب بأمراض جنسية منقولة. ينقل لك الصورة البراقة، ولكن عندما تذهب لا ترى شيء. ويتخلى الشيطان عنك، يعني بعد أن يزين لك المشهد، ويعني طبعا زين لهما لآدم وحواء عليهما السلام أن الحياة ستكون أجمل، الحياة ستكون فيها خلود. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هو يقول لهم إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هنا أيها الأحبة، عندما ذاقا الشجرة وبدت لهما سوآتهما، طبعا تاب الله على سيدنا آدم ولكنه خسر الجنة. قال تعالى
وعصى آدم ربه فغوى. وقال أيضا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن أخي الحبيب، أنت تحتاج إلى العزم، تحتاج إلى مجاهدة الشيطان. وإلا ما معنى الجهاد في القرآن؟ الجهاد في اللغة العربية أخي الحبيب هو أصلا بالمعنى العريض هو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك لتكسب الرزق الحلال، تجاهد هذه النفس لتبتعد عن ما حرم الله، لتبتعد عن الحرام، عن المال الحرام. فإذا عندما تطرد هذا الشيطان وتقضي على هذه المخاوف تصبح نفسك نقية، ليس بالإمكان للشيطان أن يأتي بسهولة، لأن الدرس الذي علمنا إياه القرآن من قصة سيدنا آدم عليه السلام: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن هذا الشيطان قام بعمل أنه أنسى سيدنا آدم، جعله يعصي أمر الله. فيجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم من هذا الدرس ونحذر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لأنه يريد أن يأخذ معه أكبر عدد ممكن من الناس إلى جهنم. وبالتالي خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب: عليك أن تثق بالله. للآخر علاج أي مشكلة تتعرض لها أن تثق أن هناك إلها عظيما رحيما كريما قادرا أن يستجيب دعائك، أن يرزقك، أن يشفيك، أن يبعد عنك الخوف، أن يمنحك القوة، يمنحك السعادة، يمنحك الصحة. كلها أهداف نسعى إليها أيها الأحبة. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقيقة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.